مزوين هذا الزيت، ما فيه لا حتى شي مشكل لا اضرار جانبيه لا والو، بالعكس فيه منافع كثيره للبشره. اعتقوا بي راه زيت رائع رائع، ما غتلقاو حتى في شي قناه هذا الزيت، راه من داك الشيء راه زيت اللي نفخ الخدود، الخدود غتولي بارزه في خلال اسبوع، في خلال اسبوع غتبان لكم النتيجه. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه جديده وفي نهار جديد. نتمنى بنياتي كلكم وليداتي خوتي كلكم خواتاتي لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، كلكم كل عائله من كبيركم لصغيركم. وبغيت نقول لكم بنياتي اللي كيتفرج فيا كندعم معاه بهذا اليوم العواش اللي كبير عند الله، كنقول لهم اللي عنده شي مريض يعني شي مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي كيتمنى شي حاجه يا ولاده يا شفاء يا شي خدمه يا اي حاجه كيتمنى بغيت ربي يحققها ليه في هذه الايام المباركه باذن الله تعالى. وما تنساوش الله يرحم موتانا المسلمين، كل موتانا وموتاكم الله يرحمهم ويوسع عليهم ويوسع عليهم دقة القبور يا ربي امين. هادشي الدعيوه يا ربي كلكم ابنياتي اللي كتفرجوا توصلكم الدعيوه ان شاء الله وتكون مستجابه من عند الله. بسم الله على بركه، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اليوم ابنياتي غندير لكم واحد الوصفه عباره عن زيت موضعي، زيت موضعي لتسمين المناطق الانثويه والمنطقه وتسمين الخدود والوجه واي منطقه اللي بغيتوا تسمنوها ديروا هذا الزيت. زيت راه داك الشيء في اسبوع، في اسبوع غتلقاو النتيجه باذن الله. اعتقوا بيا بنياتي راه زيت فيه مكونات رائعه رائعه يعني طبيعيه، وهذا الزيت طبيعي غادي نصاوبو لكم في المنزل باذن الله وغتصاوبوها بنياتي وما غتندموش عليه. كاع البنيات اللي باغين يبرزوا الخدود ديالهم ويعني ويحصلوا على واحد الوجه دائري كالقمر وايضا على المناطق اللي بغاو ينفخوها يعني كالابراز ديالها، غادي يديروا هذا الزيت مره واحده في الليل مده اسبوع وتلقاو النتيجه. تابعوا الوصفه من اول الى الاخير، وما تنساوش بنياتي اللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس بياتي الجديد، وما ينساش يدير واحد الاعجاب وواحد التعليق يكون زوين، وتابعوا معايا من الفيديو من اول الى الاخير. لا على بركه الله غنبداو ان شاء الله بالوصفه. اولا غنحطوا الاناء ديالنا اللي غنحتاجوا اللي غنديروا فيه هذه الوصفه، ونبداو نوريكم بالمكون ونشرح لكم على المكون. المكون الاول هو القرقاع، القرقاع او جو او الجوز او عين الجمل، معروف هذا القرقاع راه فيه واحد الماده مزيانه للبشره، فيه الكولاجين، فيه واحد الفيتامين ضد الاكسده يعني. وهذه الوصفه راه ماشي غير لتسمين المناطق الانثويه او الوجه، لا راه حتى كيساعد حتى لترميم البشره والصفاء ديالها والترميم ديالها، وتولي رائعه، تولي تولي البشره ديالكم جد بياض، فيها بياض وتوحيد اللون، كتولي موحده ما كتبقاش اللون ديالها مبقع يعني فيها بقع كثيره. هاد الجوز اش غنديروا ليه؟ غناخذوا طبيعه الحال وغنمسحوه مزيان من الغبار ومن كل الشوائب، غناخذوا غنطلطقوه مزيان، غنقطعوه الى قطع صغيره، ماشي غنطحنو عين، نقطعوه حتى قطع صغيره بحال هكايا. اذا نمسحو النص الثاني الفص الثاني يعني نمسحوه مزيان باش ميكونش فيه شي غبره ولا يكون فيه شي حاجه. المكون الثاني باذن الله تعالى هو بذور التفاح. بذور التفاح كيكون هاد البذور في داخل التفاحه، تيكون واحد ثلاثة او اربعة البذور. هاد البذور غندير لكم في يديه باش تشوفوه مزيان، هانتوما كتشوفوه كتاخذوهم وكتغسلوهم وكتيبسوهم وكتخزنوهم على هاد الغرض. هاد البذور راه مزيانه يعني فيها حتى هي كولاجين، كيف كما قلت لكم في القرقاع، فيها كولاجين، فيها ضد الاكسده، وفيها واحد الفيتامين اللي كيساعد على نفخ الخدود ونفخ اي منطقه اللي بغيتيها تولي بارزه وتزيد في الحجم ديالها، كديروا هذا البذور ديال التفاح. بذور التفاح في هذه الوصفه ضروريه جدا. اش غنديروا؟ غناخذوا اربعه او سته الحبات لا غير، وغناخذوا واحد الفنيته تكون معقمه بحال هكايا، وغناخذوا كل حبه وغادي نتكوها باش غناخذوا المنافع ديالها، ناخذوا المنافع ديالها مزيان
تكوها بثلاثة تكات أو ربعة أو قد ما تكيتو مزيان، قد ما كتاخدو المنافع ديال التفاح، ديال هاد البذور تاع التفاح، وكنديروها مع هاد المكونات. أنا غادي نتكهم كاملين وغادي نتابع الوصفة. هاد البذور التفاح حتى هو كيمتاز بواحد الزيوت ديالو الخاصه بيه، دوك الزيوت راه مزيانه اللي كتلي للبشره، يعني اللي كتوحيد اللون ديال البشره، لعلاج ترميم البشره، اللي توحيد اللون، لزياده يعني الخدود ديالنا والوجه ديالنا والمنطقه اللي بغينا نزيدو الحجم ديالها وننفخوها. هانتوما غادي دير دوك ثلاثه، ها الرابعه، الخامسة، ها ستة، صافي. فهاد الوصفة غندير ستة الحبات، وغادي نتكهم ضروري بهاد الفنيتة. غندير المكون الثالث وهي الحلبة. الحلبة هي ضرورية في هاد الوصفة، ما كتعرفوا بأن الحلبة راها عشبة مهمة لنفخ الخدود ولنفخ اي مناطق، يعني السيقان في اي منطقه انثويه عند السيده بغات تنفخها كالحلبه راه زوينه. غناخذو منها معلقه صغيره، انا عبرت على الارتفاع، معلقه صغيره غندير في هاد المكونات. هادو هما المكونات ان شاء الله. اش غادي نديرو؟ غنزيدو عليها 100 ملي من زيت السمسم، 100 ملي من زيت السمسم غنزيدو عليها بحال هكايا، تقريبا 100 ملي، يعني بحال كاس ديال تقريبا كاس ولا كاس لاروب ديال هاد الزيت. يعني نخلطو المكونات مزيان مع زيت السمسم، يعني الحلبة، القرقاع، يعني الجوز، عين الجمل، وبذور التفاح، ومع زيت السمسم غنخلطوهم مزيان. غادي يبقى مرقد لينا مده 15 يوم حتى الشهر، حتى 40 يوم. هذا هو الايام اللي خاصها تبقى فيها في مكان مظلم. تقدروا هاد المكونات تجمعوهم في واحد القنينه وتحتفظوه في بلاصه مظلمه وتخليوها مده شهر حتى 40 يوم باش تطلق المنافع ديالها على الاستعمال باذن الله. انا غادي نديرها في قنينه وغادي نرجع لكم. هانتوما بعد ما درتها في هاد القنينه، بعد هاد القنينه ضروري تكون معقمه وتكون مزيانه ونقيه، وديروا فيها كل المكونات، الزيت والمكونات كامله، وتغطيوها على اشعه الشمس وتحتفظوا بواحد المنطقه مظلمه وتخليوها مده شهر حتى 40 يوم عاد تستعملوها، ما تستعملوش قبل باش هاد المكونات يطلقوا في الزيت ويولي زيت مزيان، يعني يولي هانتوما يولي زيت يعني اللي نفخ الخدود واللي توحيد اللون واللي يعني زياده المناطق الانثويه والنضاره ديال البشره. واللي ما بغاش يزيد يعني الخدود وما بغاش يزيد في المناطق الانثويه يقدر يستعملو باش يوحد اللون ديال بشرته، الا يوحد اللون ديال بشرته والبشره تولي فيها النضاره وصافي ولون موحد باذن الله. هذا هو الزيت اللي شاركت معكم اليوم بمكونات سهله مهله، غير استعملوه وديروها بنياتي، وان شاء الله غادي يكون وصفه ناجحه 100%. هذه الوصفه ديالنا حصلنا على درنا فهاد سبرايت، هانتوما على درنا فهاد سبرايت باش تكون سهله لنا في الاستعمال. طبقوها في الايدي ديالكم، في الوجه ديالكم، في السيقان، في كل اي منطقه، في الرجلين، اي منطقه اللي بغيتو تسمنوها وتوحدوا لها اللون، ديروا هذا الزيت اللي غادي يكون مدوز المده ديالو اكثر من شهر على ديرو استعملوه. وكتقدروا تستعملوه بنيتي الطريقه ديال الاستعمال مره واحده في اليوم، يعني في الوقت الاحسن ديروه في المساء باش تباتوا به حتى الغد، يعني باش تعطيكم نتيجه مده اسبوع غتشوفوا النتيجه باذن الله. ها انتما كيفاش كديروا، كتجي علاش درنا في سبرايت
باش تجي ساهله في التطبيق. هانتوما كديروا وكتبداو تماصيو على البلاصه اللي بغات ديروا فيها. هانتوما في الوجه، حتى الوجه اللي بغيتي ديرو هانتوما في الوجه، هانتوما يعني في الوجه ديالنا. باش تقولوا لي راه ما كتطبقيش، يعني راه انا كندير كلشي الوصفات اللي كندير معكم كنطبقها عليا شخصيا. ديروا على الوجه ديالكم، ما كتعطي حتى شي اعراض جانبيه، بالعكس كتعطي افاده للبشره وكتغذي البشره وكتعطيها نضاره وتوحيد البشره. يعني ما تكون فيها لا تصبغات ولا تجاعيد ولا اي حاجه، يعني تغذيه للبشره 100%. اعتقوا بيا بنياتي، واللي داروا هذه الوصفه ووافقت لي ارجع اكتب لنا تعليق باش تحفز البنات الاخرين والنساء لا باس، حتى النساء اللي قد يديروها باش يحافظوا على البشره ديالهم والنعومه ديال بشرتهم ويوحدوا البشره ما تبقاش عندها ذوك البقع. كاين السيدات، واحد السيده كتبت لي في التعليق الوالده ديالتي وقنضوا لها حتى بقع سوداء بنيه في اليدين، دير هذا الزيت، هذا الزيت تحيد لها البقع، ما تبقاش عندك البقع في اليدين لتقدم السن، كتكون ديك البقع لتقدم السن والبشره ما كتكونش خايده الغذاء ديال المغذيه. دابا هذا الزيت ان شاء الله غتحصلوا على بشره موحده باذن الله. وهذه هي الوصفه ديالتي، ونتمنى بنيتي تكون عجبتكم، ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الناس اللي محتاجين هذه الوصفه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.